يا اهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد. ايوه فعلا، متر سعر الجبسون بورد في مصر النهارده بيوصل ل 400 جنيه. لكن قبل ما تعرف السعر ده سعر ليه، لازم تعرف القيمه او الفاليوز بتاعته المقابله للسعر ده ايه. النهارده الاسعار المتاحه في ثلاث اسعار عندي موجودين في السوق، وكل سعر بيكون قدامه المواصفه بتاعه الشغل، طريقه الشغل بتاعته، وكمان طريقه التشطيب. ثلاث حاجات لازم تسأل عليهم عزيزي العميل: نوع الخامة اللي هتشتغل بيها، طريقة تعليقها في السقف، وإيه هي طريقة تشطيب الخامة بتاعت. سعر النهاردة للسعر المتر الفلات 200 جنيه والمتر الطولي 160 جنيه، ده بنشتغله بخامة بتاعت ألواح الجبسون بورد من شركة اسمها شركة عثمان أو شركة جي بورد. كمان الصاج او الستيل اللي احنا بنركب عليه الشغل بتاعنا ده بيكون من التخانه بتاعته بتكون 3 مللي. كمان طريقه تشطيب الشغل ده بتكون عن طريق معجون الممتاز، وكمان بنحط فيها شاش للفواصل، ولو في اي زاويه برضو بنركب لها شغل شاش ونديها المعجون. اما السعر الثاني والسعر اللي هو بيكون كل الناس بتحاول ان هي تشتغل بيه، وهو ده السعر المناسب لمعظم الناس، وهو سعر 250 جنيه. 250 جنيه للمتر المسطح، 180 جنيه للمتر الطولي. طبعا لازم يكون في فرق في الخامه من نوع الجبس ومن تخانه الصاج. تخانه الصاج بتكون في الحاله دي بتكون 3.5 مللي، طريقه التعليق كمان بتكون بالجنش او بالركب، لكن نوع الجبسون بورد في الحاله دي بيكون مختلف وبيكون اعلى وافضل بكتير، وهو خامه شركة كناف العالمية. شركة كناف شركة مميزة ومعتمدة في الأسواق. أما لو أنت عاوز تعمل شغل والشغل ده يكون شغل بالمظبوط، شغل استلام تمام التمام، الشغل ده هتفتح فيه شغل ماجنتيك، هتفتح فيه كمان شغل ليد بروفايل، الشغل ده بيكون سعر المتر فيه 400 جنيه، وده له مواصفات خاصة. المواصفات ديت إنه الستيل بتاعنا بيكون من التخانة بتاعته من 4 إلى 5 مللي. كمان طريقة التعليق بتكون عن طريق الجنش، وبتكون عن طريق الأكمن، وكمان بنركب فيها عصفورة علشان نظبط الارتفاعات والشغل يبقى شغل استلام ليزر فعلا. نوع الجبس بتاعنا بيكون برضو من نوع الكنف، بنركب فيه الجبس الأبيض، الجبس الأخضر، الجبس الأحمر، كل واحد في المكان المخصص له. الجبس الأبيض بنركبه في الريسبشن، بنركبه في غرف النوم، لكن في الحمامات علشان اي رطوبة او في مكان فيه حمام سباحة او مكان او الدور بنركب فيه الجبس الاخضر لانه بيكون مقاوم للرطوبة. وفي المطابخ طبعا بنركب الجبسون بورد الاحمر لانه بيكون مقاوم للحريق. التلاتة دول بيكون بسعر 400 جنيه باكج كامل. كمان بنقدر ان احنا في التشطيب ان احنا نعمل تشطيب مميز جدا. كل الفواصل لازم ان هي تتقفل بالمعجون والشاش، كل المسامير لازم تتلم بالمعجون، لكن لو انا عندي في زاويه موجوده فوق بنركبها بالكورنر انجل بتاعتنا، او لو في زاويه بنعمل بيها مثلا مكتب التلفزيون او بنعمل بيها اي ديكور على الحوائط، وفي زاويه لازم الزاويه دي تتركب بالكورنر انجل علشان تكون زاويه سليمه قائمه 100%، الزاويه دي ما يحصلش فيها اي كسر لو اتخبطت زي الزاويه اللي انت شايفها قدامك دي. دي كل تفاصيل الجبسون بورد. قبل ما تسال على سعر الجبسون بورد، اسال على الفاليوز والمواصفات بتاعه الشغل بتاعك. تحت امركم.